حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، عندما نتطرق بالحديث إلى التحديات التي تواجه الحكومة الخدمية، لابد أن نعرج على التحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل. اليوم للمواطن أو اليوم المواطن يبحث عن من يقدم له ما ينفع مصلحته، ولذلك توجه الحكومة الحالية إلى القطاع الخاص من خلال الاجتماعات مع المعنيين من المستثمرين ورجال الأعمال لمساندة القطاع العام الحكومي، إذ ستخضع المشاريع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيدا عن الاحتكار. فتعتبر هذه التحركات خطوة جيدة بالخلاص ولو بالقدر الممكن من كابوس البطالة التي لها تبعات سلبية كبيرة ومتعددة، منها النفسية والاجتماعية وغيرها. فمن هذا المنطلق ترحب الأوساط السياسية والشعبية والاقتصادية بهذه الخطوات. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فما تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدفع ضريبة المواقف الصامدة في مناصرة الشعوب المستضعفة والوقوف أمام قوى عالمية تمارس الغطرسة، فهي منذ 43 عاما في دائرة الاستهداف، تارة بعقوبات صارمة لم تجد لها حيزا في التثبيط من حماس قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية بمواصلة الركب باتجاه المواقع الأولية في الميادين المختلفة، وتارة أخرى بالطرق الملتوية غير المباشرة، فتنة وزعزعة أمن وفرص سانحة لنشر الفوضى والإجرام والمساس بالأمن القومي الإيراني بأي شكل من الأشكال. الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها في جبهة العداء لإيران تعيش نشوة واهية، باعتبار أن للواقع معطيات جاء في ادعاء تلك الجبهة، وهو ما يؤكد مدى فشلها وعجزها عن فهم ماهية الطبيعة الصلبة للشعب الإيراني وقيادته المتفانية من أجل مواصلة الركب وتحقيق نقاط إضافية في مشروع الإنجاز والإبهار العالمي. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، لا يخفى على أحد أن القطاع الخاص قطاع حيوي وفعال، لكن لابد أن يخضع لبعض الضوابط والتعاليم المرتبطة بالحكومة من أجل تعديل مسار الاقتصاد وكذلك المنفعة لجميع الأطراف، أولها توفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تعود بالنفع أيضا لأصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات، ومن ثم إلى البلد بشكل عام بما يحسن واقعه الاقتصادي ويخلصه من جاثوم البطالة. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. على خطى تصحيح المسارات وإعادة هيكلية القطاعات التنموية، تستمر حكومة الخدمات بمشوارها الخدمي، حيث توجهت إلى القطاع الخاص وإدخاله في شراكة الإصلاح، إذ تجري النقاشات مع عدد من رجال الأعمال حول آفاق عمل هذا القطاع ومدى الانتفاع منها، خاصة وأن هناك الكثير من المتغيرات السياسية والوفرة المالية بحسب ما ذكر خبراء الاقتصاد، إذ يجب أن تتماشى القوانين الاقتصادية وفق ذلك، وضرورة العمل على القطاع الخاص حيث يضمن توفير فرص عمل للعاطلين وزجهم في المشاريع التنموية المتاحة. حقيقة يعني الحكومات السابقة همشت دور الشباب كثيرا وضيعت عليهم كثير من فرص العمل. اليوم هناك توجه من قبل السيد محمد الشياع السوداني باحتواء هذه الشريحة الشبابية التي حقيقة على ما عانت من موضوع البطالة. هناك اليوم مشاريع، يعني دعم القطاع العام، القطاع المختلط، ايضا مساهم القطاع الخاص في احتواء شريحة الشباب، فاعتقد الامور سائرة باتجاه هذه المسألة. اما الانضمام الى صفوف البطالة فانها تزداد يوما بعد اخر، وهذا ما يستدعي ضرورة تدارك الموقف الذي يؤثر بدوره على الجانب الاقتصادي وارتباطه أيضا بقوت المواطن ولقمة العيش. فتوقف المعامل الخاصة والمصانع والزراعة وكذلك إهمال المشاريع التنموية يترك أثره المباشر على السوق المحلي، مما يضطر التجار للاستيراد الخارجي، وهذا ما يضعف الاقتصاد المحلي للبلد. طالب رئيس الوزراء محمد السوداني يعني قرر الموازنة، يشغل هاي الشباب، يشغل هاي الناس، لا شغل لا عمل. أغلب الشباب هسه كلهم عاطلين عن العمل وكلهم حمالين وعتالين،
تحت شعار الشغل مو عيب. لا والله أنا في رأيي أنه عيب الشغل فيما إذا يكون خريج ويسحب عربانة بدل الحمار. بس نسترجي أنه من خلال الحكومة الجديدة أنه تهتم بالقضية المواطن العراقي والقضاء على البطالة بشكل عام. فتطبيق خطة حكومية تتضمن إجراءات تعظيم الموارد الخاصة إلى جانب القطاع العام، وكذلك إنهاء الممارسات الخاطئة المعرقلة لتنمية القطاع الخاص التي عزم السوداني للتصدي لها، يراها المراقبون خطوات صحيحة لإعانة المواطن على إيجاد فرص عمل تسهم برفع مورده الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي. تنمية القطاع الخاص بتوفير فرص للعاطلين عن العمل بوابة لامتصاص زخم البطالة التي أصبحت أزمة كبيرة وصلت لمراحل خطيرة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، الخبير الاقتصادي الدكتور مهند العماري. أهلا بك دكتور مهند، وأيضا الترحيب برئيس جمعية مصنعي الإسمنت في العراق المهندس ناصر المدني. أهلا بك يا سيد ناصر. أبدأ معك دكتور مهند، نجاح الحكومة الحالية وكل حكومة مرتبط ومشروط بالواقع الاقتصادي، لكن هل الحكومة الحالية قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي وفق المعطيات المتوفرة لها من دعم سياسي وكذلك من وفرة مالية؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة، وألف تحية لأهلي في العراق من زاخو إلى البصرة، وقبلاتي لجباهم المتعبة، ونأمل خيرا في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفوضى ومن الفساد ومن الفضائح المالية. وأريد أن أعقب على سؤالك، نعم العراق أي حكومة جادة وأي حكومة من الغيارة ومن الشرفاء تستطيع النهوض بهذا البلد، لأن هذا البلد يمتلك من الموارد ومن الإمكانيات الشيء الكثير والكبير. لكن مدى جدية هذه الحكومات، أنت تعرف أنه اليوم وصلنا إلى أعلى مستوى بطالة في العراق خلال 30 أو 40 سنة، يعني النسبة اللي يطتها وزارة التخطيط، وبالمناسبة لمصارحة لشعبنا كل النسب التي تعطيها الوزارات هي غير دقيقة، لأنه إحصائياتها غير دقيقة، فلذلك أكو نسب حقيقية ونسب قريبة ونسب تقديرية من قبلنا على ضوء كثير من المعطيات، وليس هي ارتجالية أو مزاجية. وزارة التخطيط قالت أنه نسبة العاطلين 16%، 16.3. الأخ المستشار المالي الذي كان أكثر إنصافاً أستاذ مظهر محمد صالح قال أن نسبة البطالة هي 20%، وأنا أؤكد لكم أنه نسبة البطالة تفوق 30%، وحتى الأعمال الموجودة حالياً هي أعمال استهلاكية ووهمية، مثل ما تفضلت في تقريركم الرائع فيقول أنه خريج ويعمل حمال العمل معيب. مع تحياتنا لكل العتالين في العراق، وهذه مهنة شريفة، ولكن حينما أجد هذه المرحلة هاي شد اللي تدل على مستوى البطالة أنه المؤهل ولديه خبرة ولديه عمل، ولا يستطيع أن يجد لديه مهارة وشهادة ولا يستطيع أن يجد عمل. لذلك اليوم الحكومة عليها دور كبير في النهوض بقطاعين رئيسيين لاحتواء الشباب، أولا الزراعة والصناعة والصناعة التحويلية، هذه جدا مهمة وهي الشريان الذي سوف يحتضن كل هذا. إضافة لذلك شلون تستطيع النهوض بهؤلاء؟ بإشراك القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي، والدخول بشراكة ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص. طيب دكتور مهند، الحكومة التفتت إلى هذه النقطة المهمة، لكن أنت ذكرت الموارد متوفرة في البلاد، لكن الإدارة والقوانين والتشريعات هل هي تساعد؟ نعم أستاذ بشار، كل من يتعلل بالقوانين وبالشيء يعني، وهل القوانين أو التشريعات منعت الفساد؟ لم تمنع الفساد. هنا احنا شوف اكو عندنا قسمين في إدارة هذا البلد، قسم فاسد ويسرق مع الفاسدين، والقسم الآخر متقاعس عن إداء واجباته، يعني مخلي راسه بالرمل والماي ماشي منه وأنا ما عليه، وهذه المصيبة اللي تؤدي بالبلد إلى الانهيار. ماكو أحد يعمل وماكو غيارة مثل أستاذ بشار ومثل الأخوة جميعا ومثل ضيفنا العزيز، طبعا أنا نسيت أحيي تحياتي إلى لأخينا الكبير أستاذ ناصر المدني. ماكو ناس غيارة ينزل. إحنا اليوم تعليقات الفيسبوك الحمد لله أشبعنا السيد الكاظمي بالفيسبوك وفي الدعاية وفي التصوير وفي حكومة فيسبوكية بامتياز لم نجني منها إلا البطالة وسلخ جلود الفقراء. إذن إحنا اليوم بعد ما نريد وعود ولا نريد، طبعا هذه رسالة من منبركم الرائع إلى الأخ أبو مصطفى
اللي بأمانة الكل يحترمه حتى خصوما والمعارضين إلى كشخص يحترمونه، لكن احنا نكون معاك ونحترمك حين ما نجد خطوات يا ابو مصطفى جادة ونهوض وعمل يومي اعملوا 24 ساعة باليوم، واتركوا المكاتب واتركوا البيروقراطية، انزلوا الى شعبكم، انزلوا الى مصانعكم، عندنا مصانع وعندنا اماكن معطلة، مصانع التصنيع العسكري معطلة، مصانع الصناعات الخفيفة معطلة، مصانع المحولات، مصانع الأسمدة معطلة. اليوم نسمع وزير الصناعة رايح لبصرة، مو عندك هم عكاشات هنا واقف. زين خلي بس القطاع الخاص وكذلك القطاع العام. يمكن دكتور مهند دعنا ننتقل الى رئيس جمعية مصنعي الاسمنت في العراق السيد ناصر المدني. اهلا بك سيد ناصر مرة اخرى، واود ان تحدثنا يعني بالنسبة للقطاع الخاص ما مدى اهميته للبلاد والاقتصاد بايجاد فرص عمل مثلا، وكذلك النفع لاصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام وشكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة الأمور في مجال الصناعة هي محزنة كثيرا، وكل يعرف أنه مصانعنا الأولى أنشئت بالستينات والسبعينات والحديثة تعتبر بالثمانينات، وبعد ذلك من 91 إلى 2003 حصار جائر على البلاد بحيث لا يمكن أن تشتري مواد احتياطية ولا معدات ولا يمكن أن نسوي صيانة صحيحة لمصانعنا. بعد 2003 صار سياسة الدولة انفتاح كامل بعد انغلاق كامل بوقت النظام السابق، وانفتاح كامل بدون ضوابط وبدون أسس صحيحة أن تبنى عليها الصناعة والتجارة وغيرها. فبعد 2003 احنا أيضا بدينا نشتغل تقريبا 10 سنوات احنا ما نقدر نضبط النظام سواء بالدوام سواء القطاع الخاص او العام الحقيقه. ومن 2008 او 10 الى 2014 صار نهضه شويه بالصناعه، ولكن التخطيط غير صحيح كان، لانه الدوله عطت وزاره الصناعه مبالغ كثيره وتوزعت على مشاريع كبيره جدا عدد كبير، ولم تكتمل هذه المشاريع لحد الآن. أغلب الدعم يمكن كان سيد ناصر هو للقطاع الحكومي القطاع العام ولم يجد نفعا، لكن الحكومة اليوم حددت نقطة الانطلاق للنهوض بالاقتصاد من منطلق دعم القطاع الخاص. هل هذا كفيل اليوم وفق المعطيات المتوفرة، هل هذا كفيل بالنهوض بالاقتصاد العراقي؟ الحقيقة هاي الثقافة صحيحة، وكل العالم ما تطور إلا عن طريق القطاع الخاص والاستثمار، وهذا احنا حتى وزارة الصناعة وكذلك القطاع الخاص صار اتحاد بينهم، لأنهم مشاكلهم واحدة. يعني المشاكل اللي يعاني منها القطاع الخاص هو أيضا يعاني منها القطاع العام وبالعكس، ولذلك صار شراكة بين الاثنين. احنا اكو مقومات أساسية للنهوض مثل ما قال الأستاذ مهند، يعني نهوض بالزراعة بالسياحة بالصناعة، ظروف مهيئة بالعراق، ولكن تكون الدولة تستقر ويستقر الأمن ويستقر الاستثمار، حتى الاستثمار يجي، لأنه يعني دائما الإنسان حريص على أمواله وعلى استرداد رأس المال اللي راح يصير بالصناعة وغيرها بالتجارة. فعلينا أنه يعني خلينا نقول نطمح ونأمل بالحكومة الحالية، خصوصا أن دولة رئيس وزراء اشتغل بكل هذه الوزارات المهمة أو الحكومة المهمة اللي هي تطور العراق، اشتغل بالزراعة بالصناعة بالتجارة، واشتغل أيضا بالعمل والشؤون الاجتماعية وكمحافظ، فصارت له خبرة جيدة، وهو يعني نعرفه زين واشتغلنا معاه أنه صاحب كلمة وصاحب ضمير ووطني ويعني يرعى الفقير، ونشوفها الحمد لله بدايته جيدة جدا، ونأمل أنه ما يعرقلون شغله وعمله الكتل السياسية وغيرها. احنا الصناعة أستاذ بشار مؤهلة للتطور، لأنه أكو خبرة كبيرة بالعراق وأكو سوق واعدة بالعراق، ولكن على الدولة أن تحمي على الأقل مرحلة سنتين ثلاثة، لازم تضحي
وتحمي المنتج المحلي. يعني إذا ما تحمي المنتج المحلي لأنه ظروف داخل العراق بها كلفة عالية أكثر من دول طيب. الصين أو إيران أو السعودية طيب. أو تركيا أو غيرها. أرجع لك إلى نقطة المنتج المحلي وطريقة حمايته مقابل منتج أجنبي ربما أرخص ثمنا، لكن أتوجه بسؤال لكم مرة أخرى دكتور مهند. المصانع كما ذكرتم أنها حاليا مغلقة، مصانع القطاع الخاص مغلقة حاليا، شلون نفتحها؟ أريد أعقب تعقيب بسيط أستاذ بشار. الكلام ذو شجون. تكلمت أنه إحنا أنهينا بعملية النهوض، هل نستطيع النهوض بالصناعة سواء كان القطاع الخاص أو القطاع الحكومي؟ لا. بالمناسبة لا نستطيع النهوض بالصناعة إلا بإشراك القطاع الخاص. بس يا قطاع خاص، أنت تتكلم عن القطاع الخاص الحقيقي وليس القطاع الخاص المزيف الذي يأخذ الاستثمارات ويأخذ الأموال ويأخذ الأراضي ويحولها إلى أصلا جنس غير جنس ما له علاقة بالصناعة، يأخذها صناعية يحولها سكنية، يأخذها يأخذ قرض ويعيفها. هذا القطاع 5% المتغلغل مع الفساد، هذا يجب القضاء عليه، هاي أول خطوة. طيب. اثنين، الاستعانة بالقطاع الخاص الحقيقي اللي عندنا احنا كل مقومات. تدريش عندنا مقوم مهم أستاذ بشار ممكن أن ننهض به؟ الشباب. أعطيك نسب، احنا بالنسبة لنا عندنا من 15 سنة فما فوق، تدري 15 سنة فما فوق مؤهل للعمل، ماشي يعني؟ 63% من اجمالي الشعب العراقي هو قادر على العمل والانتاج. هاي نسب جدا مهمة. لكن لا يوجد عمل، المصانع مغلقة دكتور. خلي اكملك. الذكور من عندهم 50.3%، والاناث 49، يعني 50 ب50. فئة الشباب هاي الفئة اللي استطيع ان استغلها، وتقاس تطور الامم بهاي الفئه. من 15 سنه الى 24 نسبتهم 20%، ومن 25 سنه نسبتهم 43%. نعم. يعني انا شعب فتي، عندي فتوه كبيره، عندي طاقه شبابيه، شلون ادعم القطاع الخاص الحقيقي المنتج، شلون اشغل مصانعنا ومعاملنا المغلقه حاليا؟ اولا شلون نفتح هاي المصانع؟ شلون نشغلها؟ الموارد موجوده، المواد الاوليه موجوده اذا تسمح لي، الايدي العامله ايضا متوفره موجودة. لكن المصانع ليش مغلقه؟ ونستطيع ان ننتج منتج محلي ارخص من المنتج المستورد، لكن شلون؟ اولا توقف لي عمليات الابتزاز. عمليات الابتزاز اللي يتعرض لها القطاع الصناعي والزراعي وكل من يعمل بالقطاع الخاص. اذا ما تدفع، او الاستثماري اذا ما تدفع ما تاخذ. اول وحده هاي لازم نحلها، نقلل البيروقراطيه، نستعمل النافذه الواحده. انا عندي مصنع، الضريبه لازم اراجعها، والجمارك لازم اراجعها، والكهرباء والسكك، وقائمه طويله، ويجوني الموظفين يوميا مبتزيني وماخذين من عندي، هذه لازم تتوقف. اثنين، عمليه منح القروض والسلف وحمايه المستهلك. انا اليوم انتجت انتاج وطني وانطيتني وثقلت بالديون، اخذت قروض من عندك وشغلت المعمل مالتي لان انتج سماد، ماشي؟ هسه نفرض سماد او سمنت، وانت على غفله بجره قلم او بقرار او بصفه فساد وفتحت الاستيراد، مو انت هلكت لابو المعمل، خليته بعد 100 سنه ما تقوم لقيامه. اذا اولا حمايته، اثنين دعمه ماديا، ثلاثه تقرير بيروقراطيه، اربعه توفير الطاقه الكهربائيه، ادخال القطاع الخاص الحقيقي بشراكه لتشغيل كل مصانع الدوله، منها مصانع الصناعات الخفيفة. شنو احنا قلوب ما ننتج؟ مو هاي عندنا المحمودية، صناعات خفيفة، بايسكلات ومواد كهربائية، وانتج تلفزيون، وانتج ثلاجة، وانتج مبردة. يا اخي هاي الصين وكوريا وامريكا واسبانيا وبريطانيا، كل العالم تتوسل بيك. المعمل اجيبه. اذا تشجع دكتور مهند، تشجع على وجود او ايجاد مشاركة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام لمنح هذه المهمة الى القطاع الخاص وحده حتى هو ينتج؟ لا استاذ بشار، احنا في دولة بعدنا لسه لم نتأقلم على القطاع الخاص والمهنية، لذلك شو نحتاج؟ نحتاج الدولة يكون لها جزء، لا نفتح رأس مالية 100% ولا نبقيها اشتراكية 100%، يكون قطاع مختلط 51% للدولة و 49% الى القطاع الخاص بجلب المصانع الصينية والأمريكية والإسبانية. واليوم العالم يمر بأزمة، يعني احنا هذه فرصة ذهبية، وهي رسالة الى حكومة السيد السوداني، والله هذه فرصة ذهبية لإعادة مصانعنا، لإعادة الاستفادة من المصانع اللي بدأوا يستغنون عنها بسبب الوقود. احنا وقود عندنا ونستطيع ان نشغل شبابنا.
بس احموه للقطاع الخاص اللي ما محمي الضريبه عليه. هو بحاجه للحمايه. دعني اعود هنا الى الحمايه والمهندس سيد ناصر. القطاع الخاص بحاجه الى قوانين وتشريعات، هو بحاجة إلى استتباب الأمن، هو بحاجة إلى قانون محترم وصارم، وبحاجة إلى حمايته من الفساد. شلون مقابل كل هذه التحديات ممكن إعادة فتح المصانع مرة أخرى؟ نعم، يعني خلينا نقول اكتمال أو إكمالا لكلام الأخ أستاذ مهند. نعم. والقطاع الخاص أهم بكثير من وأكبر حجم وإنتاج من القطاع العام. يعني شوف، احنا عندنا تقريبا 285 مصنع كبير في القطاع العام، ولكن عندنا عشرات الآلاف من المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاع الخاص. نعم. ولذلك يجب الاهتمام بالقطاع الخاص أكثر من القطاع العام، لأنه يشغل أعداد هائلة أكبر بكثير من القطاع العام. احنا عندي معلومات انه القطاع العام من ال 285 تقريبا اكثر من 30%، يعني اكثر من 100 مصنع متوقف لا زال لحد الان. نعم. لانه الصناعه ما عندها فلوس تقدر تاهل المصانع، وبعضها تعلن الصناعه عن استثمارها او تاهيلها عن طريق الاستثمار عن طريق القطاع الخاص، وماكو رغبه من القطاع الخاص لانه ما بها جدوى اقتصادية لأنه قديمة كما أسلفنا بالبداية. فالتركيز يجب أن يكون على القطاع الخاص، وأكو بقانون الشركات المفروض هذه المصانع اللي ما تربح 3 سنوات أو الشركات اللي ما تربح 3 سنوات تباع بالمزايدة العلنية على المساهمين أو المواطنين أو القطاع الخاص. لا. وحتى المنتسبين يأخذون بها أسهم حتى يكون لهم دافع للعمل، ولكن المزايدات والكتل السياسية وعدم الاستقرار، احنا صار لنا اكو 20 سنة مصانعنا وشركاتنا تخسر ولا يوجد تنفيذ لهذا القرار. طيب خلينا نرجع على قضية الانتاج سيد ناصر. اعلق على حماية المنتج. نعم. المنتج يعني شلون المصانع تنتج سيد ناصر وبوجود منتج اجنبي ربما يكون أرخص من المنتج المحلي؟ أستاذ بشار، إحنا صار في هذا المجال تعاون بيننا وبين وزارة التخطيط. نعم. على تعريفة خاصة للمنتج. أكو عندنا 575 منتج بالصناعة والقطاع الخاص أكثر بعد من المنتجات اللي معترف بها بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكل الجهات اللي تعنى بالجودة والنوعية، بأن هاي المنتجات ال 575 أفضل من مثيلة المستورد. وصار يعني خلينا نقول مشكورة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء خلى هذه المنتجات بدليل المنتجات في حتى بالموازنة، وصوت عليها مجلس النواب حتى تحمى جزئيا مو كليا. إذا كان المنتج يكفي العراق يحمى كليا، إذا طيب ما كان يكفي يحمى بقدر النسبة اللي هو يغطي بها الحاجة المحلية. فهذه ال 575 وأكثر بها نوعية وبها جودة ممتازة وبها قيمة مضافة أقل شيء تكون 30% ومرات قد تصل 95%. أخذنا سنتين، وبالمناسبة وقت السيد وزير الصناعة اللي كان سابق السوداني اللي هو دولة رئيس وزراء بالوقت الحاضر، كان شوية إلى احترام مجلس وزراء ويناضل وخلينا نقول يعني يريد يجيب الحق لوزارة الصناعة والمعادن. دخلت هذه وصار نظام عمل نمشي به سنين، ما عدا 2022 راحت لأنه ماكو موازنة، و2021 أيضا راحت. لحد 2020 احنا ماشيين بها، يعني ماكو وزارة أو دائرة أو محافظة أي شيء تابع للدولة لازم يشتري من وزارة الصناعة والمعادن بقدر النسبة اللي هي تنتجها. لا. يعني ولا يمكن أن يستورد إلا بعد اعتذار. وكان أنا مدير عام دائرة فنية كنت بالوزارة، ما نلحق أن نطلع اعتذارات لأنه كلها لازم بشراء من شركاتنا. وكذلك دخلنا
في وقتها القطاع الخاص في هذا النظام، نظام القيمة المضافة يسموها، ودليل المنتجات. طيب. المشكلة بعد ما مشت واستقر الوضع بالسنتين الأخيرة دولة رئيس الوزراء الكاظمي، صار الفكرة مع معظم الوزراء ورئيس الوزراء المنافسة الحرة. هاي كلمة مغالطة، لأنه المنافسة الحرة لازم تكون متعادلة متساوية. احنا بلدنا وين؟ واستقرار بإيران، استقرار بتركيا، استقرار بالصين، استقرار بالدول الأوروبية، يعني ماكو ما نسميها منافسة عادلة. إذا نحتاج، وكل دول العالم هسا نحتاج إلى دعم. يعني هسا أمريكا والصين بيناتها شبه معارك، وكذلك بين أوروبا وروسيا وغيرها، يعني اكو حتى بين الدول الأوروبية بيناتهم اكو شبه معركة على السوق التجاري بيناتهم. واحنا بالعراق نصيح المنافسة مع المنافسة الشريفة، احنا نريد منافسة تكون لو عادلة نفس الموازين. احنا عندنا تجربة كبيرة استاذ بشار، وممكن تطبيقها في كافة انحاء العراق، وهي تجربة السمنت. يعني هسه اي واحد عنده بناء او اي تاجر مال سمنت بعد ما يشتري مستورد، لانه احنا من دعمه بوقت الدكتور العبادي الحقيقة كان له قرار تاريخي بمجلس الوزراء منع استيراد السمنت، لان اعطيناه تعهد في وقتها كجمعية السمنت، وانا كنت مدير عام السمنت ورئيس جمعية بنفس الوقت، اعطينا تعهد لمجلس الوزراء انه نعطيك سمنت بنوعية افضل من المستورد وتغطي الحاجة المحلية وبأسعار عافية ويكفي الحاجة المحلية وزايد عن الحاجة المحلية. ومن 2016 استاذ بشار ولحد الان احنا كجمعية سمنت ملتزمين بهذه التعهدات، والحمد لله الدولة صبروا علينا لحد الان، وماكو استيراد، وتشوف نوعية ممتازة سعر ممتاز. يعني المنافسة بالداخل خلت الأسعار منخفضة جدا بحيث هي مناسبة، وأبسط شيء يعني سعرا في البناء هو الإسمنت بالوقت الحاضر. الشكر الجزيل لكم رئيس جمعية مصنعي الإسمنت في العراق المهندس ناصر المدني، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا الجزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور مهند. استاذ بشار بس دقيقة، باختصار إذا تسمح، نص دقيقة إذا تسمح، ما عندي وقت. أنا وين أقول لا. الأمور لا تؤخذ بالأمنيات. ما عملته وما خربته حكومة السيد الكاظمي يحتاج إلى نهضة كبيرة. ما تكلم عليه بعدم الشراء وأنابيب الحديد الصلب بقت وراحوا تعاقدوا من برا، يراد إعادة نظر بها، يراد حكومة واقعية، يراد علاجات لجراح البلد اللي مزقته الفساد وآفة الفساد، يراد قوة ويراد عزة ويراد عزم لإنقاذ هذا الشعب. هذا الشعب أمانة وهذا الشعب حمال. الشكر جزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور مهند العماري، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، بعد أن فشلت سياسات دول الاستكبار في زعزعة أركان الجمهورية الإسلامية، لجأت ممارساتها إلى طرق ملتوية تهدف إلى الإخلال بأمنها. فتنة وفوضى علها تضع العصا في طريق العلم والمعرفة والإنجازات المتتالية، فأعداؤها أي الجمهورية الإسلامية يتحينون الفرص لاستهداف استقرارها. فنتابع تقرير الزميل علي حبيب. سياسة زعزعة الأمن وإدتها كذا تعلنها القيادة الإيرانية صراحة، فبعد أن حاكت دول الاستكبار ومنظماتها الممولة مخططا لعزل الجمهورية الإسلامية عن محيطها الإقليمي واتصالها بالعالم الخارجي عبر خلق الفتنة الداخلية وتعكير الاستتباب الأمني الذي تشهده الجمهورية الإسلامية، هزمت الأخيرة تلك المحاولات رغم تعدد ساحات المواجهة أمنية واستخبارية وسياسية واقتصادية وإعلامية، فمن حرب العقوبات الجائرة وإغلاق قنواتها الاقتصادية إلى حرب المعركة المفتوحة والمشروع المعادي المضلل للمعلومات والذي كسرت شوكته إيران وأدخلته بمزيد من الإحباط. فالمخطط كشفت عنه الأقنعة ومن يختبئ خلفها، وأن هذه الدول بما عملت لم تستطع إيقاف عجلة التقدم والازدهار الذي تعيشه إيران منذ انتصار ثورتها الخالدة. ميادين نجاح واستراتيجيات بعيدة المدى، هذا هو الواقع في إيران بعد عقود قليلة على الثورة الإسلامية، فهو نتاج سنوات من الأهداف التي رسمتها الثورة وأسقطت أهدافا قديمة جديدة
لأعدائها قائمة على إثارة الفوضى والإخلال بالأمن الداخلي، خاصة بعد فشل الخيارات الأخرى في التحجيم من دورها. فكل المؤشرات تتحدث عن تنامي إيران في قطاعات غير قليلة، وتصف تجربتها بالفريدة، فهي تعاملت بمرونة عالية مع الضغط الدولي برغم سعة نطاق العقوبات وخضوعه للمراقبة الدؤوبة. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام عبر صوت وصورة من بغداد، رئيس مركز القمة للدراسات السيد حيدر عرب الموسوي. أهلا بكم سيد حيدر، وكذلك ترحيب الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ حسين ريوران، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم أستاذ حسين، وأبدأ معك سيد حيدر. محاولات تعكير الاستقرار في الجمهورية الإسلامية محاولات مستمرة من الغرب، لكن ممكن أن تسقط هذه المحاولات، هذه المساعي، إذا تناقضت مع إرادة الشعب الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أخي وزميلي أستاذ بشار، قناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام، الضيف الكريم تحياتي له. حقيقة إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية وبعد عام 79 لحد هذه اللحظة هنالك حصار، وحصار اقتصادي طابق، من ثم فرضت على الجمهورية عدد من الحروب، منها حرب الثمان سنوات مع جارتها العراق، وبالتالي استخدمت جميع هذه الوسائل. إذا ما رجعنا وعلمنا أنه مصادر القوة هي ثلاث: المال والسلاح والإعلام. الآن بدأت حقيقة المرحلة الثالثة بهجوم الغرب على الجمهورية الإسلامية محاولة لإضعاف هذه الدولة، أو لخلق نوع من أنواع الفوضى، وخلق أيضا عدم انسجام داخل النسيج الاجتماعي الإيراني، أو خلخلة العلاقة ما بين السلطة والجماهير. وبالتالي هذه الحملة الإعلامية حقيقة أصبح لها فترة ليست بالقليلة أيضا توجه ضد الجمهورية الإسلامية، لكن هل نجحت هذه المحاولات المتكررة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79 ولحد هذه اللحظة؟ أنا أقول لك أنه هذه الدولة تستمر وتفاجئ الكثير باعتبارها أنها تخرج من كل حقيقة محاولة لإضعافها، تخرج قوية جدا. شاهدنا حقيقة، لكن بالمقابل سيد حيدر، هذه المحاولات من قبل دول الغرب أو دول معادية للجمهورية الإسلامية، هذه المحاولات ازدادت بالآونة الأخيرة، ما زالت مستمرة. هل بالمقابل تصمد الجمهورية الإسلامية ونظامها وشعبها أمام هذه المحاولات؟ نحن لا نقول هل تصمد، بل هي صامدة حقيقة وفعلا، وأنا ستستمر بالصمود. هذه المحاولات من الغرب تارة تأتي على شكل عقوبات، وتارة تأتي على شكل استغلال لأحداث الداخل. أستاذ بشار، نحن نقرأ الواقع. إيران من 79 لحد الآن هل هي دولة ضعيفة أم أنها تخرج دائما أقوى من ذي قبل؟ نشاهد التطور التكنولوجي، هنالك بلدان كبيرة وعظيمة جدا الآن حقيقة تستورد السلاح، الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية تستورد الآن من إيران. إيران الآن دولة مصدرة بمعنى الكلمة، دولة صناعية بمعنى الكلمة، تنافس كثير من البلدان الأوروبية والعالمية حق على الصناعات الطبية، على الصناعات التكنولوجية، على كثير من الصناعات الأخرى. وبالتالي إيران وصلت إلى نسبة الاكتفاء الذاتي في جميع حقيقة مواردها، وبالتالي هذه دولة كبيرة وعظيمة جدا. ما من الممكن أن حقق هذه المحاولات البسيطة التي طبقت، إذ ما نجحت في بعض البلدان التي تعتمد بشكل واضح على الغرب، وبالتالي إذ ما حقيقة مسك يده الغرب عنها أسقطت. شاهدنا التجارب، تجربة أبو عزيزي في تونس، والتي أسقطت هذه الدولة نتيجة الأسلوب الدكتاتوري الذي كان حقيقة يدير هذه البلدة، كانت أيضا محاولة من خلال
همسة أن تزرع نفس هذه الفكرة وتحريك وتثوير الشارع الإيراني، لكن فوجئ الغرب بتمسك الشارع عندما خرجت التظاهرات المؤيدة لهكذا أفعال، كانت حقيقة العشرات أو المئات الموجودين في الشارع، في اليوم الآخر خرجت المؤيدة وكانت بالملايين، وبالتالي هذه رسائل واضحة على أنه هذا الشعب وهذه الحكومة هم مترابطين مع بعض، هم يعلمون أنه عدوهم يكون لهم بالمرصاد، إذا ما سقطت هذه الدولة أو أضعفت هذه الدولة لن يكون هنالك حقيقة رعاية إلى هذا الشعب، بل ربما سوف يواجه الكثير والكثير من الويلات باعتبار هذا البلدان الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل وبعض البلدان الخليجية هي تسعى حقيقة إلى إهانة الشعوب، وشاهدنا ماذا تفعل إذا ما تمكنت من بلد معين، هي ترغب أن تكون هذه البلدان تابعة لا مستقلة حقا بالفكر وبالأرض وبالرأي في هذا الموضوع. نرحب مرة أخرى بالأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ حسين الريراني، ضمننا مباشرة عبر سكايب من طهران، أهلا بكم مرة أخرى أستاذ حسين. وسيد حسين، طالما استغلت الدول المعادية للجمهورية الإسلامية استغلت الفرص الذهبية والفرص المتاحة وإشكالات الداخل الإيراني واستثمرتها على أنها احتجاجات شعبية، لكن ليش في إيران تعتبروها أن احتجاجات غير شعبية أم أنها شعبية مستغلة من قبل دول الغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم وكل المشاهدين الأعزاء. يعني أكاديميا وفي نظريات التغيير الاجتماعي هناك ثلاثة مفاهيم يعني مهمة جدا كمفاتيح لتحليل موضوع الاحتجاجات. الكلمة الأولى هو الثورة، والثورة أن يكون هناك نسيج اجتماعي قائم على الإجماع، يمتلك قيادة، يمتلك تنظيم هرمي، ويمتلك أيديولوجية لتغيير النظام بشكل بنيوي يعني بالكامل. الثاني هو العصيان أو الشغب أو سميه ما شئت، هو أن الناس يعني يعرفون ماذا يريدون ولكنهم لا يعرفون شيئا عن المستقبل، وهذا رأيناه في الربيع العربي، الشعب يريد إسقاط النظام ولكن ماذا بعد إسقاط النظام لا أحد كان يعرف، وأساسا ليس هناك من انسجام بين هؤلاء، وهذه الحركات أدت يعني فشلت وأدت إلى تناحر داخلي، ورأينا ما رأينا في ليبيا مثلا على سبيل المثال. الموضوع الثالث هو الريفورم أو الإصلاح السياسي، وهو اتفاق بين النظام والمجتمع على إصلاح النظام بشكل جزئي. ما يحدث في إيران هو عصيان مدني تقوده قوة شبابية، حتى في عنصر الشباب هم لا يمتلكون أكثرية، لم يستطيعوا أن يخلقوا إجماعاً، لم يستطيعوا أن يستميلوا الكبار، لم يستطيعوا أن يستميلوا الطبقة الاقتصادية، لم يستطيعوا أن يستميلوا الطبقات النخبوية العلمية، لم يستطيعوا أن يستميلوا البنية العسكرية والأمنية وكل المؤسسات. من يخرج إلى الشارع ما يقارب 99% هم بين 15 إلى 25 سنة، طلاب في الإعداديات والثانويات أو في الجامعات، وهذا التحرك يأتي نتيجة لبرمجة غربية. مع الأسف يعني فيما يخص الفضاء السبراني كل السيرفرات موجودة أين؟ في أمريكا، وهي تعرف يعني أكثر من المجتمعات نفسها أن هذه المجتمعات إلى أي اتجاه تميل، تعمل سيرشات بأي اتجاه، تزور أي مواقع، من هنا هناك استطلاعات دقيقة لمن يحضر بشكل أكبر في
في الفضاء السبراني. طيب. وهذا ما قامت به إذا تسمح لي سيد دراسة دقيقة جدا. نعم. على المجتمع الإيراني إذا تسمح لي. هذه أغلب الثورات التي خرجت بالربيع العربي دماغ. أغلب الحركات الثورية أو انتفاضات أو أي حركات احتجاجية شعبية كانت تخرج بدول المنطقة سواء بالربيع العربي أو ما بعده كانت تخرج حتى في العراق سوء خدمات، مطالبات بتحسين الواقع الاقتصادي، أحيانا احتجاجات حول بعض الحريات وغيرها. لكن في الجمهورية الإسلامية حاليا هناك استهداف للحجاب واستهداف للعمامة الدينية. مو أكو اختلاف ما بين ما يجري في الجمهورية الإسلامية وما جرى في دول المنطقة؟ حتى 5% من المجتمع الإيراني، وضمن هذه الرؤية لا يمكن 5% أن تفرض إرادتها على 95%، ضمن أي معايير يمكن أن أتكلم عنها؟ أعود لك سيد حيدر، يمكن أستاذ حسين ما وصل للصوت ما سمع السؤال. قضية استهداف العمامة، استهداف الحجاب في الجمهورية الإسلامية في الحركات الاحتجاجية الأخيرة، ما تدل على وجود اختلاف عن بقية الحركات مثلا ثورية أو انتفاضات أو حركات شعبية مثلا واحتجاجات حقيقية للشعب؟ لا، أنا أقول لك أن هذه الممارسات هي ممارسات ممنهجة ومستهدفة، وإنما مدرب عليها بهذه القضية، باعتبار علينا أن نفهم قضية مهمة جدا، أن الجمهورية هي عنوانها الجمهورية الإسلامية، قامت على ماذا؟ على تطبيق المبادئ الإسلامية، وبالتالي تطبيق المبادئ الإسلامية استطاعت هذه الجمهورية وهذه الدولة أن تطبق المبادئ الإسلامي المحمدي الحنيف، الذي اختلف عن كثير من ادعى أن هذه البلدان إسلامية وبالتالي حاول أن يطبق الإسلام المتشدد، وبالتالي هذا الإسلام نجح أن يقدم نفسه على أنه إسلام منفتح، على أنه إسلام صاحب تقدم حضاري، تطور حضاري، وبالتالي مهاجمة الحجاب ومهاجمة العمامة وكأنه هي رسالة معينة لرفض هذا حقيقة المنهج أو لرفض هذه الدولة التي تؤطر بهذا الإطار، هذه خلق أو تشويه لصورة معينة، وبالتالي هي محاولة إيصال أو إيهام، هي ليست فقط مهاجمة الحجاب والعمامة. شاهدت أنت أستاذ بشار أيضا هنالك من يحاول أن يهاجم القرآن، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى بمحاولة تمزيقه أو حرقه، وبالتالي هكذا تصرفات في بلد إسلامي يرفع شعار الدين الإسلامي المحمدي الحنيف، إذن يجب أن يهاجم من حيث انتصر، وبالتالي هم مهاجمة هذه الرموز، هذه الرموز هي التي استطاعت أن تخلق الانتصار، هي التي قاومت الحصار، هي التي قاومت الحروب، هي التي قاومت وعملت بشكل إعلامي ناجح وحقيقي وطرحت نفسها بنظام إسلامي جديد متطور في هذا الموضوع، وبالتالي الهجمة مقصودة في هذه القضية، هي محاولة التشويه ليس إلا. لكن هل الشعب الإيراني واقف إلى هذه الدرجة أمام نظامه الإسلامي وقيادته الإسلامية كما ذكر السيد المرشد بأن محاولات تعكير الاستقرار أنها مستمرة لكن لن تجدي نفعا، فالجمهورية الإسلامية التي كانت نبتة أصبحت شجرة ثابتة؟ وأيضا قال السيد أنه الهجمة على إيران هي هجمة مركبة، وبالتالي هنالك هجوم اقتصادي وهجوم إعلامي وهجوم ثقافي، وبالتالي جميع هذه المؤسسات تحاول أن تستهدف هذا النظام. لكن حقيقة إذا ما أردنا ونتابع هذا الأمر نستطيع أن نقيم هل الجمهور أو الشعب الإيراني والنسيج الإيراني قد تفتت، أو هل هنالك فجوة كبيرة ما بين السلطة والحكومة وبين الجماهير؟ هذا نستطيع أن نصل إليه من خلال حقيقة متابعتنا التظاهرات التي خرجت أولين والتي سميت تظاهرات الحجاب، كم أيدها، كم خرج إلى الشارع مؤيدا إلى هذه التصرفات؟ قلة، لا يتجاوزون المئات في الساحات. لكن في اليوم الآخر عندما خرجت التظاهرات مؤيدة للسلطة والحكومة الموجودة في إيران كانت الملايين، وبالتالي كيف نستطيع أن نفسر وأن نقيم هذين الموقفين؟ هل الموقف، هل نقول أنه الشعب حقيقة مع من خرج للتظاهر أو مع من خرج لإثارة حقيقة البلابل وإثارة عدم الاستقرار، إذ ما كان استقرارا أمنيا أو تشويه النوع الثقافي الموجود في إيران؟ طيب، وبالتالي أنا أعتقد أنه المعادلة واضحة، أنه لا تزال هنالك تمسك من قبل الجماهير الإيرانية بالسلطة ونوع الحكم والحكومة والدين الإسلامي المحمدي الموجود في إيران. نعم، أعود لك مرة أخرى أستاذ حسين إذا تسمعني. بالنسبة لتباين المواقف الغربية، مواقف الغرب من
قضايا حقوق الإنسان تباينها ما بين دولة وأخرى، مثلا دعم الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية بينما الوقوف ضدها في دولة أخرى؟ يعني أولا في أي نظام يمتلك مساحة من الحرية تصبح المظاهرات ظاهرة طبيعية، وإيران ليست استثناء في هذا الإطار. الأنظمة الدكتاتورية هي لا تسمح أساسا بأي اعتراضات اجتماعية، من هنا إيران دولة تمتلك مساحة كبيرة للاعتراض مسموح به للآخرين. أن تأتي الدول الغربية وتتدخل في الاعتراضات في إيران، في حين أن الآن أوروبا مع وجود أزمة طاقة وأزمة غذاء وأزمة تضخم غير مسبوقة في الغرب، يعني يوميا الآن في بريطانيا هناك إضراب، هناك احتجاجات، هناك مظاهرات، في فرنسا منذ سنتين ولحد الآن السترات الصفر إلى آخره، في ألمانيا وفي كل الدول الأوروبية بدون استثناء. لماذا عندما تكون هناك مظاهرات في فرنسا يصبح الأمر شأن داخلي، عندما يكون في إيران لا تفرض عقوبات، كل الزعماء الغربيين يأخذون مواقف، تفرض يعني أمريكا تطالب بتوفير الإنترنت للمحتجين في إيران؟ ولماذا يعني هذا السلوك وهذا هذا هذا السلوك يعني المتناقض؟ لماذا؟ لأن الغرب هو غير صادق في كلامه. طيب يعني إذا تسمح لي سيد حسين، الغرب الذي يطالب إيران بأن تسمح لهؤلاء بالاعتراض هي أساسا لا تطالب مثلا بأن تسمح بعض الدول في المنطقة بأن أساسا تسمح بالاعتراض ولو لشخص. طيب يعني تويت واحد في السعودية أخذ هذه الدكتورة الطبيبة التونسية إلى السجن ل15 أو 35 سنة. يعني هذا هو بعض الدول. الغرب يتجاهل هذه الحقيقة ويطالب إيران بأن تسمح لهؤلاء أن يخربوا، أن يحرقوا، أن يهاجموا من يشاءون، وهذا غير ممكن. من هنا يعني الشكر جزيل لكم. وصلت الفكرة الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ حسين ريران، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من طهران ضيفا كريما، وشكر جزيل لكم. رئيس مركز القمة للدراسات السيد حيدر عرب الموسوي، كنت ضيفا كريما. شكرا لك. وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.